في المغرب نتحدث عن مشاكل التعليم أكثر مما نتحدث عن التعليم. الاختلاف هو العنوان البارز، والضحية الأول هو التلميذ المغربي والتلميذ المغربي. اسمح لي ما نتفقش معك قاعدة القضية ذاك اللعبة دي الضحية الأول والتلميذ وكذا، هو نفس المنطق اللي تدار في العقل السياسي اللي تستعمل على حماس وفلسطين وشيطان. تفضل لي شكون الضحية؟ لأن واحد فاش يقولك الضحية الأول زعما تيقولك هذا الأستاذ هو اللي دار للتلميذ هذا الشيء. أبدا، الضحية الأول هو الأستاذ. المونديال والتنميه والبنيه التحتيه وهذا ما غينجح والو الا ما بنيناش تعليم حقيقي، وتعليم حقيقي ما غيتبناش الا ما كانش عندنا رجل تعليم محترم جدا. وانا ماشي رجل تعليم، ما عمرك التعليم صحابي تبغى تدافعش على فئتي، انا ماشي في فئه ديال التعليم. الوضعيه والصوره برجل التعليم في المغرب مدقدقه ومؤلمه ومحزنه. صافي، هذه واحده. جوج، هناك نوع من التحايل في تقديم ما سمي بالمكاسب للتعليم. هناك تحايل. الأمر الثاني، شخصية الوزير ديال التعليم الآن في المغرب غير مقنعة. التعليم إلا كنا بغينا نصاغوا لنا المغرب غدا خاصنا نصاغوا التعليم ديال دابا. لما الأستاذ خاصك تأهله وتقريه مزيان، خاصه يكون في وضع اجتماعي مزيان، خاصك تحصل له الإمكانيات ديالو ويخدم في ظروف مزيانة. ما يمكنش نهائيا غادي بالظروف الحاليه اللي كيخدم فيها رجل التعليم. وكنعرفوا رانا كنعرفوا الوضع كيدير بالتفاصيل، المصيبه فين كاينه عندنا، وهذا هو اللي مهم جدا نبه ليه، هو انه كلشي كيتلعب على رجل التعليم في الاخر. رجل التعليم كيتلعب ملي كيخرج يمارس حقه النقابي، حقه الاحتجاجي، اما كيتعرض يعني العمليات احيانا يعني ديال الاقصاء من الحوار وعدم التجاوب معه، مشكل تواصلي حقيقي مطروح الان عند الوزاره وعند الوزير، ما كيتحرروش. وماشي غير هذا الوزير، دائما كان هذا المشكل، ما كيتحاوروش مع الناس، ما كيتصنتوش ليهم. كاينه مساله اخرى عاوتاني، دابا التواصل الاجتماعي وكنلاحظوا بعض المرات ولاو كيحملوا المشكله كامله الاستاذ، وكانه خاصو يبقى يعني جائع ورائع، ما خاصوش هو ما يحتج لا على الوضع القانوني لا على هذا الشيء اللي وقع، مشكل التعاقد اللي هو الان ولا مورود. التعليم عندنا في المغرب هو واحد القطاع الذي تنظر اليه الدوله وتتعامل معه بمنطق تجاري. اليوم هاد الوزيرين معا، لا وزير التعليم مع وزير التربيه والتنميه، خصهم يحطوا الصوارت ويقدموا الاعتذار للمغاربه. انت راسل لي معلم في الجبل ما موفر لي لا طريق لا مدرسه لا سكن، وبادلي بالصالير الاجره الشهريه ب 4000 درهم ولا 5000 درهم. على اي تعليم تتحدث؟ على اي مجتمع تتحدث؟ على اي برنامج تعليمي تتحدث؟ وانت لا توفر حتى الوسائل الضرورية للأستاذ أو لرجل التعليم. رجل التعليم في بريطانيا في بداية السنة الدراسية يعطى له شيك على بياض باش يعمر المبلغ اللي بغاه هو. علاش؟ باش الدولة تحميه في كل ما هو اجتماعي، باش يتفرغ فقط لتكوين مستقبل الغد. احنا كنا أولاد المدارس العمومية، باش نكونوا واضحين، احنا فين قرينا؟ احنا اليوم لكنا كل واحد في واحد الموقع، شي في التعليم العالي شي في الاعلام ولا غيره، راحنا ولاد المدارس العموميه. هذه المدرسه العموميه، رجعوا للتاريخ الاخوان، رجعوا شويه للتاريخ، راه كل حاجه عندها التاريخ ديالها. هذا المعلم اللي ولا في هذه الوضعيه اليوم واللي كيطالب بالحقوق ديالو وكينزل واحد النظام اساسي فوق راسه ما شافوش كاع نهائيا، هو تشاف مع واحد اربعه ديال النقابات ونزل عليه هو ومازال كيغوت لحد الان. في التعليم العالي حنا امتى هضروا لنا مثلا على واحد الزياده؟ حنا زادونا بصعوبه بواحد النقاش، دخلت لنا حنا شي زياده، دابا داز عام، داز عام ما كاين والو. ها هو الاجراء، ها هو داز هاد الامور، داز السنه، اش كيتسناو هاد الناس هادو؟ المعلم راه اساسي في المجتمع. كتدخل واحد تلميذ كاين اللي مثلا كيدخل واحد الطفل صغير ما قراش، كيعلمو الكتابه، وحنا طالعين كنتعلمو، كنتذكر حنا كيفاش كنا كنتعلمو وحنا غاديين، ترى واحد المجهود كبير، هذا واحد المجهود كبير، وكتخرجي اطور وتجي اليوم انه على مستوى الزياده بلاتي القطاعات الاخرين. علاش القطاعات الاخرين ما كيتحاشوش معاهم بالزياده؟ ما يمكنش، ما يمكنش. هذا الشيء اللي كاين في الادارات كلها مين خارج؟ ترى من المدارس العموميه ومن الجامعات العموميه. ما يمكنش شكون غادي، ما يمكنش تصلح المنهج هو الاول بدون رجل التعليم. القضيه ديال التعليم ماشي قضيه ديال وزير التعليم، وماشي قضيه ديال حتى الحكومه، هي قضيه ديال الدوله ومجتمع. هنا من يتحمل المسؤوليه؟ قول يا اما الوزير يا الحكومه، حيت المجتمع حتى حد ما غيتحمل المسؤوليه في الاخر. الحكومه مطالبه
يعني فكرة عملية. أها شنو دير؟ إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للتعليم في المغرب، لأن النموذج الاقتصادي للتعليم في المغرب إما قطاع خاص تقاتل أنت وهذاك المواطن، إما موارد ديال الدولة. الذي يتحمل المسؤولية في هذا الوضع المزري والكارثي الذي وصل إليه قطاع التعليم في المغرب هي السياسات العمومية المغربية. ويجب أن يتم اختيار وزير التعليم أن يكون وزير تعليم كفء ومناع القطاع وله دراية بالقطاع.